فيلسوف والشاعر والأديب والعالم جوته، صاحب فاوست أيها الإخوة، مرة في فرانكفورت استمع إلى حكم يتلى بإعدام كتب معينة، حكم بالإعدام على كتب، ثم أعدمت حرقا كما حرق جوردانو برونو وأمثال هؤلاء. فاستغرب وكتب يقول الشاعر الفيلسوف: إنه لأمر مريع وفظيع بحد ذاته أن تحرق كتب كما يحرق الأحياء. ما الذي يحصل؟ شيء مخيف أن تحرق الكتب بهذه الطريقة، كأنها بشر تعدم، يتلى حكم إعدامها ثم تقتل. يعني